السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة تالتة، كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. معاكم دكتورة فاطمة اسماعيل، مدرس تمريض الاطفال. هنبتدي في الفصل الثاني من حقوق الانسان، وهو مكافحة الفساد. ان شاء الله هناخد في الفصل ده اول حاجة هنعرف ايه هو مفهوم الفساد، بعد كده هناخد انواع وصور الفساد، بعد كده هناخد اسباب الفساد، بعد كده هناخد تأثير الفساد على حقوق الانسان والتنمية. اول حاجه تعريف الفساد. ايه هو الفساد؟ يعني ايه ما اقول على حاجه فاسده؟ الحاجه فاسده دي يعني معناها حاجه تلفت خلاص، ما بقتش صالحه للاستخدام تاني. طب ما اقول على انسان فاسد، تمام، يبقى هو او حاله فساد، يبقى اقول على ايه؟ هي حاله تدهور وتلف وانحلاف وانحراف، لان طبعا احنا عارفين ان الفساد للاسف بقى هو آفة المجتمع، واكتر حاجه في المجتمع اللي احنا عايشين فيه الفساد، والفساد ده هو اكبر عقبه في سبيل ايه؟ في سبيل تطور ونهضه المجتمع. فلازم ان احنا كلنا نبقى عارفين ايه هو تعريف الفساد واشكاله وانواعه، عشان نقدر بعد كده نواجه الفساد ونواجه المفسدين. طيب في اللغة العربية كلمة الفساد تعني ايه؟ تعني ايه في اللغة العربية؟ تعني فسد، اي ضد صلاح، يعني ضد الصلاح. الفساد ضد الصلاح بمعنى البطلان، يعني خلاص بقى في حاجة باطلة غير صالحة للاستخدام، تمام. طيب في المعجم الوسيط الفساد يعني ايه؟ يعني التلف او العطب، فسد الشيء اي بطل وحصل فيه خلل، تمام. طيب في الناحية القانونية فساد الشيء يعني تلف الشيء واصبح سيء، والفساد هو ايه؟ احنا قلنا ان هو تلف وانحراف وانحلال، تمام، وقلنا في اللغة العربية فسد بمعنى ايه؟ ضد صلحة، تمام. طب من الناحية القانونية الانسان الفاسد، الانسان الفاسد ده الانسان الذي لا صلاح فيه، بيبقى ميال للشر، يفعله عن معرفة وتعمد، يعني هو مش بيفعله عن جهل، هو بيبقى عارف بالظبط. يعني الانسان المرتشي بيبقى عارف ان هو مقبل على رشوة، بيبقى عارف ان هو بيعمل حاجة غلط، بس للأسف هو ما عندوش ضمير، تمام. يعتبر الفساد عمل مخالف للقانون. طبعا الانسان اللي هو المرتشي، الانسان اللي بيبدد المال العام، الانسان اللي بيتبع المحسوبية والواسطة، كل دي حاجات تعتبر واعمال مخالفة للقانون والنظام، وغير منسجم مع القيم الاخلاقيه الايجابيه السائده في المجتمع. لان احنا لما نتكلم دلوقتي عن انواع الفساد، عندنا فساد اخلاقي، ودي يعني من وجهه نظري اخطر حاجه على المجتمع، وهي فساد الاخلاق وضياع الاخلاق، تمام. يقام الفساد على اساس استغلال المنصب العام، تمام. يبقى احنا دلوقتي برضو هنقول ده في انواع الفساد، ازاي الواحد لما يكون في ايده سلطه ازاي يستغلها لصالحه او لصالح حد من قرايبه، ازاي ان هو يستغل السلطه اللي موجوده فيه، او ازاي ان هو يستغل النفوذ اللي هي موجوده تحت سلطته، ان هو يقضي مصالح الناس وان هو يعمل على صالح التنميه بتاع المجتمع. لا ده بالعكس، ده هو بيسخر السلطه دي لخدمته ولخدمه مصالحه الشخصيه في سبيل جمع المال او تحقيق منافع شخصيه على حساب المجتمع. طبعا دي ليها اثار سلبيه كتيره جدا. الفساد جريمة مبنية على التفكير والحساب والتخطيط. احنا قلنا طبعا بيبقى الانسان الفاسد ده بيبقى عن الفعل، فعل الفساد عن عمد، تمام، عن عمد وعن معرفة، تمام. فهو جريمة مبنية على التفكير والحساب وليس العاطفة، فهو من الجرائم التي تزيد التراكمات المادية غير الشرعية طبعا، والمخالفة للقوانين تؤثر سلبا في بنية المجتمع واقتصاده. اكيد طبعا الانسان الفاسد او الانسان اللي بيبدل المال العام بيأثر على التنمية بتاعة المجتمع، وبيأثر على اقتصاد البلد، وبالتالي بيؤدي الى تدهور مستوى المعيشة بتاعة الايه؟ المواطنين. الفساد هو سوء سلوك ذاتي ينعكس يعني سلبا على الاخرين او المصلحه العامه. طيب ما اقدرش اقول على انسان فاسد ان المجتمع كله فاسد، لا ده سلوك ذاتي. لو احنا حاربنا الانسان الفاسد ده هنطهر المجتمع من امثاله. ليس هناك اجتماع على تعريف شامل للفساد، تمام، لان الفساد له ابعاد كتيره جدا. التعريف الاكثر رواجا يعني الاكثر انتشارا هو ايه؟ استغلال او سوء استعمال الوظيفه العامه من اجل المصلحه الخاصه، عشان مصلحته الشخصيه او مصلحه حد من قرايبه او تحقيق مكسب مادي، بيأثر على الاخرين وبيسيء استعمال الايه؟ استعمال السلطه والنفوذ اللي في ايديه. الصوره دي بتوضح لنا اشكال الفساد، سواء كانت رشوة، وهنعرف دلوقتي كل مصطلح من دول معناه ايه بالظبط، او اختلاس الممتلكات العامة وتبديدها، او استغلال النفوذ، اساءة استغلال الوظيفة، او الاسراء غير المشروع، او مجاملات الاقارب، او سرقة المال العام. طيب كده دخلنا في المبحث الثاني، وهو انواع وصور الفساد. اول حاجة
الفساد جريمة يصعب الوقوف عليها لأنه غالبا يتم في الخفاء. أكيد طبعا جريمة الفساد بتتم في الخفاء. الإنسان اللي هو بيسرق المال العام، الإنسان اللي هو بياخد رشوة، أكيد مش هياخدها في العلن، لا ده بياخدها في الخفاء عشان ما حدش يعرف، عشان ما القانون ما يطلش إيه، ما يبقاش تحت طائلة القانون، ما يبقاش فيه إيه، ما يبقاش فيه محاسبة، ما يبقاش فيه مساءلة، ما يبقاش فيه عقاب. فغالبا بتتم في إيه، في الخفاء. عشان كده اللي هو عملية مراقبة الفساد والفاسدين بتبقى صعبة وعايزة مراقبة دورية عشان أقدر أحدد مين الفاسد وأقدر أعمل له بتر من المجتمع. طيب عندنا كي ينتشر الفساد بعدة طرق. الفساد ده ممكن يكون فساد دولي وفساد إيه وفساد محلي. يعني إيه فساد دولي؟ الفساد الدولي ده اللي هو بيبقى فيه له عنصر أجنبي، تمام؟ إزاي يكون فيه فساد دولي؟ يعني في عنصر أجنبي داخل في الموضوع، في دولة من الدول المتقدمة، تمام، بتصدر حاجة للدول النامية، ممكن البضاعة اللي هي جايباها دي أو المنتج بيكون غير مطابق للمواصفات، فمقابل رشوة أو مقابل دعم مادي من الدولة دي لحد ما عندوش ضمير في الدول النامية، أكيد طبعا اللي في الدول النامية بيقبل بالعرض ده وبيقبل بالبضاعة أو المنتج اللي هو غير مطابق للمواصفات في سبيل الإيه، المبلغ المادي اللي هو هيحصل عليه، تمام. طيب على المستوى المحلي بقى، يعني كل أطرافه داخل المجتمع اللي أنا عايشة فيه، يحدث داخل إيه، داخل البلد المعني، سواء كان بين الموظفين أو العاملين في الدوائر الحكومية أو في القطاع الخاص، تمام. طيب الفساد ده ممكن يكون على المستوى السياسي وممكن يكون على المستوى الإداري. على المستوى السياسي اللي هو بين الساسة والإيه وصفوة المجتمع، يعني بمعنى أصح زي ما هنقول دلوقتي. أول حاجة المستوى السياسي وهو رأس الهرم اللي هو بيتمثل في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمام. يبقى السلطات التشريعية سواء كان البرلمان، تمام، اللي هو الناس اللي هي بتحط القوانين، أو التنفيذية اللي هي بتنفذ القوانين دي، أو القضائية اللي هو القضاء. ودي من اخطر اشكال الفساد، لان لو حصل في فساد في السلطات يبقى خلاص البلد ضاعت، تمام. يبقى ده اخطر حاجة. المستوى الاداري احنا كده بنقدر نتكلم على الموظفين، تمام، سواء في عندنا حاجة الجسد والقاعدة. ايه هو الجسد؟ الجسد ده فساد يتعلق بالموظفين في المستويات العليا والمتوسطة والدنيا من الهرم الاداري، تمام. يبقى انا بتكلم كده عن موظف وصاحب الخدمة، تمام. يبقى الموظف عشان لو الموظف ده مرتشي او الموظف ده فاسد، مقابل تقديم الخدمة او تسهيل الخدمة للمواطنين لازم يطلب ايه، لازم يطلب مقابل، يبقى ده انسان فاسد. يبقى انا هنا بتكلم عن الموظف وصاحب الخدمة لقاء تسهيل معاملة او انجازها باسرع وقت، تمام، وبطرق ملتوية. طرق ملتوية يعني ممكن يعطل الورق او يعطل له تصريح هو مستنيه، او يعطل له استيراد اي منتج هو عايزه مقابل مبلغ مادي، تمام، فاثرها شديد على المصلحه العامه. طيب القاعده، ينتشر الفساد بقى بين الموظفين، تمام، كرجال الجمارك والشرطه والجوازات والدوائر ذات العلاقه، تمام. طيب الفساد ده قد يمارس الفساد فرد او مجموعه او مؤسسه، تمام. طب الهدف من الفساد ايه؟ تحقيق منفعه ماديه او مكسب سياسي او اجتماعي. الجراف ده او الصوره دي بتوضح لنا انواع الفساد زي ما احنا قلنا، واحنا عندنا فساد مالي، فساد اداري، او فساد اخلاقي، وده طبعا اسوأ حاجه، والفساد السياسي زي ما احنا قلنا قبل كده. هنشرح بالتفصيل كل نوع من الانواع دي. اول حاجه الفساد المالي. يعني ايه فساد مالي؟ فساد مالي طبعا عندنا ليه اشكال متعدده. اول حاجه الكسب او الاسراء غير المشروع، الرشوه، اختلاس المال العام، اهدار المال العام او غسيل الاموال. وهنعرف دلوقتي كل مصطلح دول ايه الفرق بينه وبين المصطلح التاني. اول حاجه الاسراء او الكسب غير المشروع، في جمله كده شهيره وهي جمله من اين لك هذا، تمام، يعني انت حصلت على المبالغ الماليه دي منين، او الثروه بتاعتك دي جت منين. لو انسان او موظف انا عارفه متوسط الدخل بتاعه كام، تمام، في نهايه السنه لقيت عنده اموال طائله، طب هو جابها منين؟ اكيد جابها من مصدر غير مشروع، تمام، لان هو لازم يكون قادر ان هو يثبت اصول الاموال دي جت منين. وهو هيقدم ده ازاي؟ بحاجه اسمها اقرار الذمه الماليه. اقرار الذمه الماليه ده الموظف لازم يقدمه
الموظف العام لازم يقدمه، بيكون كاتب فيه ايه الاموال اللي عنده واللي عند زوجته وابنائه الكسر اللي هم تحت وسايته. تمام. طبعا لو في اموال في حصص في الشركات او الحسابات في البنوك، تمام، يبقى ده الكسب او الاسراء غير المشروع. طيب تاني حاجة وهي الرشوة. يعني ايه الرشوة؟ الرشوة بتعرف على انها دفع شخص او مؤسسة مال او خدمة من اجل الاستفادة من اخرى. يعني انت عايزني اخلص لك مصلحة عندي، لازم تديني فلوس، تمام، لازم تديني اي مقابل، تمام، حق ليس له او ان يعفي نفسه من واجب عليه. فدي حاجة خطيرة جدا، وللأسف هي منتشرة بصورة بشعة في المجتمع. هناك نوعين من الرشوة. أول حاجة الرشوة المحلية، وفي الرشوة الدولية. الرشوة المحلية اللي هي بتتم داخل المجتمع اللي احنا عايشين فيه، تمام، اللي هي ايه؟ الحكومة بتقوم بطرح عدد من المشاريع اللي تنفذ من قبل القطاع الخاص، وذلك عبر عطاء. كل شركة بتقدم عطاء، تمام، بيبقى فيه مناقصة، طيب عشان خاطر الشركة بتاع الشركة الحكومية دي توصل لأفضل عطاء، أفضل جودة بأقل إيه؟ بأقل تكلفة. طيب لو حصل في فساد في الموضوع ده، فبالتالي هيحصل عملية التنافس، هيبقى فيها غير عدالة، وهتبقى في شفافية في الموضوع؟ لا طبعا، ده هيبقى مفيش شفافية في الموضوع، ويبقى في ظلم كبير في الموضوع، ويبقى في إهدار للمال العام. لان مقابل رشوة انسان ما عندوش ضمير بيقدمها لشخص مسؤول في ايه، في الحكومة او في المؤسسة الحكومية اللي هي هتقبل العطاءات، طبعا بيأثر على ايه، بيأثر على باقي الشركات، بيأثر على اختيار المؤسسة نفسها للمشروع، وبيؤدي طبعا لمشاكل كبيرة جدا. هقول لكم مثال توضيحي. مثلا لو في مناقصة على بناء مبنى سكني، تمام، المفروض ان بيبقى فيه عطاءات كتير من الشركات خاصة كتير، تمام، طيب لو في حد ما عندوش ضمير قدم عطاء مش مناسب او في شروط للجودة مش مظبوطة، مش ممكن العمارة دي تنهد في يوم من الايام، لان اللي هو المواصفات البناء بتاعتها مش مظبوطة، او في خلل في مواد البناء او الحديد اللي هو هيستخدم في البناء، تمام. يبقى كده احنا عرفنا يعني ايه رشوة محلية. طيب الرشوة الدولية، وهي الصفقات برضو بس بيتدخل فيها طرف اجنبي، زي ما احنا قلنا كطرف اذا تدفع هذه الرشوة من شركة معينة، عادة الدول الصناعية المتقدمة، الى مسؤول في الحكومة عادة في الدول النامية، لتقوم الدولة بشراء معدات او مستلزمات تحتاجها، ماشي، او مثل امتيازات التنقيب عن البترول او المعادن، تمام. طيب في اشكال تانية للرشوة، وهي البقشيش او الهدية او الاكرامية، ولكن كل المسميات دي تندرج تحت ايه، تحت مسمى الرشوة. ثالث حاجة وهي جريمة اختلاس المال العام. نعرف او نفرق بين اختلاس المال العام وبين ايه، وبين اهدار المال العام. يعني ايه اختلاس المال العام؟ اختلاس المال العام يعني قيام موظف عمومي بالاختلاس عمدا لصالحه او لصالح شخص او كيان اخر. يعني هو في عهدة مالية تبع الشخص ده، هو قام بسرقتها، قام بتبديدها. واحد شغال في بنك عنده عهدة 2 مليون جنيه، بيجيله جرد سنوي او جرد كل فترة معينة، تمام، اثناء الجرد ملقوش الفلوس دي مش موجودة، يبقى هو قام ايه، قام باختلاسها، ودي حصلت كتيرة في الاونة الاخيرة، تمام. يبقى هنا من امثلة اختلاس المال العام قضية سرقة الاموال والممتلكات العامة. طيب اهدار المال العام، ايه الفرق بين الاتنين؟ اهدار المال العام، المال العام الموظف ما سرقوش، تمام، لكن اهدر فيه. يعني ايه اهدر فيه؟ يعني هنا في ممتلكات للمؤسسة اللي هو بيعمل فيها، هو قام باستغلالها لصالحه، تمام، وظفها لصالحه. هديكم مثال مبسط. لو في معدات للشركة او المؤسسة اللي هو بيعمل فيها، زي مثلا سيارة بيستخدموها لقضاء مصالح الشركة، ممكن يستغل السيارة دي لقضاء مصالحه الشخصية، تمام، بيستخدم الاكويبمنت اللي هي موجوده في الشركه دي او المعدات اللي موجوده في الشركه دي لتحقيق مكاسب ماديه خاصه ليه او اغراض شخصيه دون وجه حق، تمام. يبقى ده جريمه اهدار المال العام. طيب جريمه غسيل الاموال، تمام، ايه هي جريمه غسل الاموال؟ جريمه غسل الاموال دي هي جريمه لاحقه لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعه.
احنا قلنا طبعا عشان خاطر الانسان الفاسد يتهرب من اين لك هذا، تمام؟ احنا قلنا ايه؟ الاسراء او الكسب غير المشروع، عشان هو يهرب من الجريمة دي فبيقوم بحاجة اسمها جريمة غسل الاموال، ان هو بيحاول يعمل نشاط وهمي زي مثلا شركة استيراد وتصدير، بتبقى شركة وهمية، تمام؟ بيدخل فيها الفلوس غير المشروعة بتاعته عشان خاطر يقول بعد كده ان انا الفلوس بتاعتي دي جايبها من نشاط الشركة، فيقدر ايه؟ فيقدر يخرب فلوسه دي ويعلن عنها ويستغلها بعد كده في اي ايه؟ في اي نشاط هو عايز يعمله، تمام؟ يبقى هو كده ايه؟ يبقى هو كده عمل غسل الاموال، تمام؟ يبقى غسل الاموال دي جريمة لاحقة لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة، خوفا من المسألة عن مصدر الاموال كان لازما اضفاء مشروعية على ذلك المال حتى يسهل التعامل معه، تمام؟ تعريف اخر هو عن طريق اخفاء الاموال غير المشروعة بخلطها بالاموال المتحصلة من مصادر مشروعة، تمام؟ زي ما احنا قلنا بالظبط. الانطباع العام بخصوص جرائم غسل الاموال ارتبط بجرائم المخدرات وتجارة الاسلحة. طبعا عارفين المخدرات وتجارة الاسلحة فيه فلوس كتيرة جدا جاية منها، طب هو هيخفي المصدر ده منين؟ ان هو يعمل شركة وهمية ويقول بعد كده ان الفلوس دي جاية من ايه؟ من ارباح الشركة الوهمية دي. يبقى هي دي جريمة غسل الاموال. بعد كده عندنا الفساد الاداري. يبقى احنا كده خلصنا الفساد المالي، تمام؟ وقلنا اشكال الفساد المالي سواء كان الاسراء او الكسب غير المشروع او كانت الرشوة او كانت اهدار المال العام او اختلاس المال العام او جريمة غسل الاموال، تمام؟ بعد كده هنقول الفساد الاداري. ايه هو الفساد الاداري؟ اللي هي فساد الموظفين، تمام؟ سواء كان الموظف ده عدم احترام اوقات العمل، تمضيه الوقت في قراءه الصحف، او افشاء اسرار العمل، او التكاسل، او الامتناع عن اداء العمل وعدم تحمل المسؤوليه الوظيفيه، تمام؟ وله اشكال عده هنتكلم عنها دلوقتي. اول حاجه من اشكال الفساد الاداري، ودي حاجه منتشره جدا جدا، وهي المحسوبيه والمحاباه والواسطه. يعني ايه المحسوبيه؟ ويعني ايه المحاباه؟ ويعني ايه الواسطه؟ الواسطه تعيين شخص في منصب معين مثلا لاسباب تتعلق بالقرابه او الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفء، تمام؟ يبقى مجرد ان الانسان اللي متقدم للوظيفه ده قريب المدير العام، خلاص هو مش هيعمل اي مسابقه وليها شروط معينه، هو يقبل الشخص ده من غير اي شروط او من غير اي امتيازات لكونه ايه؟ كونه قريبه، خلاص. يبقى دي كلمه الواسطه. طيب المحسوبيه زيها بالظبط، تنفيذ اعمال لصالح فرد او جهه ينتمي اليها الشخص، مجرد ان الشخص ده من عيلته، تمام، او من الحزب بتاعه، تمام، بينفذ له اللي هو عايزه على عكس ايه؟ على عكس الاولويات او عكس معايير المؤسسه، تمام. يبقى بيخالف معايير المؤسسه اللي المؤسسه محطاها من اجل ايه؟ من اجل تنفيذ اعمال لايه؟ لصالح شخص ينتمي اليه او حزب او ايه؟ او عيله. المحاباه تفضيل جهة معينة على أخرى للحصول على مصالح معينة برضو. لأ ده حبيبي، ده أنا خلصته مصالحه، لأ ده حبيبي، ده أنا هديله الإيه؟ هديله المناقصة دي، تمام؟ بعكس إيه؟ بعكس مصالح إيه؟ مصالح الشركة، ده بيتنافى مع مصالح المؤسسة اللي هو بيعمل فيها. طيب بعد كده استغلال النفوذ الوظيفي، نفس الكلام، إن هو صاحب الشركة اللي شغال في له زي مثلا مدير عام، تمام؟ له منصب، له نفوذ، بيستغل النفوذ دي من اجل تحقيق مكسب مادي ليه، من اجل زيادة ثرواته الخاصة، تمام؟ وده طبعا بيأثر على ايه؟ بيأثر على اقتصاد البلد، بيأثر على اقتصاد المؤسسة اللي هو بيعمل لصالحها، تمام؟ يبقى هنا يلجأ اصحاب المناصب العليا الى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب مادية، حيث يتحولون بمرور الوقت الى رجال اعمال، تمام؟ بجانب كونهم مسؤولين حكوميين، تمام؟ ومن ثم يولون اهتمامهم البحث عن طرق تمكنهم من زيادة حجم ثرواتهم الخاصة، عن الاهتمام ببرامج التنمية وتحقيق قدر من الرفاهية للمواطنين. يبقى هو بيستغل نفوذه او السلطة اللي في ايديه عشان مصلحته الشخصية، مش من اجل مصلحة الايه؟ مش من اجل مصلحة المواطنين او مصلحة المؤسسة اللي هو بيعمل فيها، الهدف الاساسي بتاعه نفسه بس، وزيادة ايه؟ وزيادة ثرواته الخاصة. مثال اخر، بعض أصحاب المناصب الرفيعة زي الوزراء أو النواب أو المسؤولين عن اتخاذ القرار، مثل تسهيل الحصول على امتيازات، ماشي، زي مشاريع الطرق أو الكباري أو المياه أو الصرف، حصول مثل هؤلاء على أراضي من الدولة أو رخص لإقامة محطات وقود، طبعا تبقى طبعا إيه؟ لصالحهم.
ثالث حاجة التهاون في القيام بواجبات الوظيفة. يعني الموظف بيروح بيضيع وقت العمل فين؟ في نايم، عدم رغبته في العمل، أو يقعد يمسك التليفون، يقعد على النت ويحل كلمات متقاطعة، يغيب، لأن طبعا في ظل غياب المساءلة والمحاسبة، لأن لو هو عارف إن هو هيغيب هيجيله جزاء هيتطبق عليه، أو ممكن هو يترفد من الوظيفة بتاعته دي، طبعا مش هيعمل كده. عشان كده بنتكلم ان هو مثل اللي هو الاشخاص دي لازم ليهم مساءلة ولازم ليهم محاسبة ولازم ليهم عقاب عشان ما يعملوش كده تاني. الفساد لأغراض سياسية. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الفساد المالي، اتكلمنا عن الفساد الإداري، بعد كده هنتكلم عن الفساد لأغراض سياسية. وهي ايه هو الفساد لأغراض سياسية؟ يصبح الفساد سياسيا عندما تكون دوافعه وأهدافه سياسية. تمام، يبقى انا بمشي مصلحة معينة عشان الشخص ده ينتمي لحزب معين. تمام، الشخص ده بينتمي لجماعة معينة، تمام، أو بينحاز لجهة على جهة أخرى. فالمفروض طبعا هو ما ينحازش لجهة، المفروض يكون هو موضوعي ويخلص العمل على حسب مصلحة المؤسسة اللي هو بيعمل فيها ويعمل لصالح المجتمع. لكن الإنسان ده بينحاز لفئة على فئة أخرى عشان تحقيق دافع سياسي أو أهداف سياسية خاصة بيه. تمام، برضو ممكن نقول ان القول بان الفساد السياسي هو فساد الساسه والحكام واعضاء الحكومه واعضاء البرلمان وقاده الاحزاب السياسيه المشتغلين بالعمل السياسي ايا كانت موقعه. تمام، يعتبر النظام السياسي المستبد، مفيش طبعا ديمقراطيه، مفيش نظام سياسي ديمقراطي. فالنظام المستبد ده هو المسؤول الاول عن انشار ظاهره الفساد السياسي، وذلك بسبب غياب الايه، غياب الحكم الصالح والرشيد. مفيش طبعا في اللي هو الحاكم ده مستبد، مفيش ديمقراطية، هو الوحيد اللي بياخد القرار، ما بياخدش اي اراء. تمام، فبالتالي محدش هيقدر يحاسبه، محدش هيقدر يقول له الفلوس دي راحت فين او جت منين، محدش هيقدر يناقش خطة معينة معاه، كل الموضوع هو في ايديه. الفساد الاخلاقي. انا قلت طبعا ان الفساد الاخلاقي ده من وجهة نظر هو أخطر أنواع الفساد اللي بتأثر على المجتمع ككل. تمام، الفساد الأخلاقي هو ضياع القيم وضياع المبادئ. تمام، هديكم مثال عن الفساد الأخلاقي. الموظف المباشر يكون باستغلال سطوته على مرؤوسيه الخاضعين له من الجنس الآخر للحصول على علاقات خاصة مقابل منحهم امتيازات وظيفية أو غض الطرف عن مخالفاتهم. مثلا في مسؤول كبير شغال مسؤول عن ايه، عن عدة موظفين. تمام، عشان يتغاضى عن خطأ صغير موظفة عملته او هو غير منضبط سلوكيا، ممكن يطلب منها ايه، رشوة جنسية، او يقوم بفعل منافي للقيم والمبادئ والاخلاق. تمام، وده مصطلح الرشوة الجنسية. المبحث الثالث وهو اسباب الفساد. طبعا يبقى احنا كده خلصنا تعريف الفساد وقلنا ايه هي انواع الفساد. تمام، بعد كده هناخد اسباب الفساد. تفتكروا ايه هي اسباب الفساد؟ اول حاجة مفيش سبب واحد للفساد، الفساد ده ظاهرة تفشية في المجتمعات، ويمكن اجمال مجموع من العوامل المرافقة والمساعدة لممارسة الفساد. يبقى احنا عندنا اسباب كتيرة للفساد، هنقولها مع بعض ونشرح كل سبب. اول حاجة ضعف سيادة القانون، بعد كده ضعف الجهاز القضائي، تمام، ضعف الإرادة والنية الصادقة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها، تدخل الحكومة في السوق الاقتصادي، عدم تجنب تضارب المصالح وضعف منظومة الشفافية والوصول للمعلومات، ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في الحياة العامة، ازدياد فرص انتشار الفساد في البلدان التي تمر في مراحل انتقالية، انتشار الجهل أكيد طبعا، انخفاض أجور الموظفين الحكوميين وارتفاع مستوى المعيشة، القصور في الهياكل التنظيمية في الأجهزة الحكومية، ضعف الرقابة الداخلية على الأجهزة الحكومية. تمام، هنشرح بقى كل واحد من دول. يبقى أنا كده عملت لكم ملخص لأسباب الفساد وهنشرح سبب سبب. أول حاجة ضعف سيادة القانون. ضعف سيادة القانون يعني البلد مفيش فيها حزمة تشريعات تقوم بتنظيم العمل. تمام، وبالتالي مفيش قانون هيحكم الفاسد، مفيش قانون هيعاقب الفاسد، فكل واحد بيعمل اللي هو عايزه. تمام، يبقى هنا في مجتمعات التي لم تستكمل حزمة التشريعات الخاصة بتنظيم العمل العام وعدم كفاية التشريعات الخاصة
تمام، ومكافحة الفساد، وجود ضعف في احترام سيادة القانون، فبالتالي كل واحد بيعمل على هواه لأن مفيش قانون هيحاسبه. ضعف الجهاز القضائي، ضعف الجهاز القضائي طبعا لو في حاجة بتأثر على القضاء، تمام، لو مفيش استقلالية في القضاء فبالتالي مش هيبقى فيه برضو حكم كويس على كل المفسدين. هنا هيظهر فيها بقى السلطة، وهيظهر فيها استغلال النفوذ، وهيظهر المحاباة والواسطة والكلام ده، تمام. فلازم يكون الجهة القضائية جهة شفافة، جهة مستقلة بعيد عن أي ضغوط، تمام. ضعف الإرادة والنية الصادقة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، تتمثل ضعف إرادة الدول في عدم اتخاذها إجراءات صارمة وقائية أو عقابية بحق عناصر الفساد، تمام، بسبب انغماس هذه القيادة نفسها أو بعض أطرافها فيها الفساد. يبقى هما فعلا الإرادة النية الصادقة للقيادة السياسية أصلا ممكن يكون هما نفسهم مفسدين، تمام. يبقى فعلا لو هو في عنصر من عناصر الجهات سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية متورط في عملية الفساد أو متورط في عملية الرشوة أو استغلال النفوذ، فبالتالي مش هيبقى فيه مراقبة كويس، مش هيبقى فيه نزاهة، مش هيبقى فيه شفافية، ومش هيبقى فيه أجهزة رقابية تراقب إيه؟ تراقب عملية الفساد. ينتج عن ذلك تمتع المسؤولين الحكوميين بحرية واسعة في التصرف وبقليل من الخضوع للمساءلة، مما يشجعهم على استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، زي ما احنا قلنا استغلال النفوذ العام. تدخل الحكومة في السوق الاقتصادي، المفروض ان الحكومة ليها دور اشرافي، دور اشرافي ان هي تكون ايه، ودور رقابي ان هي اصلا بتشرف على المؤسسات الاخرى، بتراقب ال ايه يبقى في مراقبة جيدة لعملية ايه، المراقبة سواء المراقبة الادارية او المالية. فبالتالي لو الحكومة ليها دور منافس للتجار فهي طبعا فبتدور على الارباح زيهم، فهتبقى ايه، فهتبقى هتتخلى عن دورها الرقابي او دورها الاشرافي، تمام. الأرباح المتاحة تجعل المسؤولين في هذه الحالة عرضة للرشاوي، تمام، من أطراف في القطاع الخاص، عشان خاطر يقبل مثلا يستلم عمارة منه غير مطابقة للمواصفات يكون إيه، يكون إن هو ياخد في سبيل مبلغ مالي أو في سبيل رشوة، تمام، ده مثال ليها. أو استخدام السلطة الممنوحة أو الصلاحيات للحصول على تسهيلات الأطراف ذوي العلاقة أو الأقارب، تمام. لو حد ابنه مثلا مقدم على ترخيص لبناء حاجة معينة أو ترخيص لافتتاح مشروع، تمام، هو ابنه فهو يستخدم السلطة بتاعته ان هو هيسهل له الحصول على ايه، على المصلحة بتاعته دي، او الحصول على قطعة ارض معينة، او الحصول على الترخيص اللي هو عايزه، تمام. عدم تجنب تضارب المصالح وضعف منظومة الشفافية والوصول للمعلومات. يبقى هنا لو في تضارب في المصالح اكيد كل واحد طبعا هيدور على مصلحته، عشان كده ما نقول ان هو لازم يبقى فيه شفافية، لازم يبقى فيه توافر المعلومات والبيانات الكافية والدقيقة وسهولة اتاحتها والسماح بحرية تداولها بين الافراد، عشان يبقى فيه طبعا حاجة موضوعية، في شفافية، وفي رؤية في اتخاذ القرار، ما يبقاش الدنيا متعتم عليها، ما يبقاش كل واحد بيدور على مصلحته. المفروض ان احنا بندور على المصلحة العامة. ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في الحياة العامة، زي مثلا وسائل الإعلام، محدودية الحريات. وسائل الإعلام ليها دور كبير جدا في مكافحة الفساد، إن هي بتقوم بالتوعية، بتقوم بنشر التوعية، تمام، بتسلط الضوء على جرائم الفساد والمفسدين. فلو في أصلا هي منشغلة بقضايا تانية فبالتالي هي مش هتقوم بالدور بتاعها ده. المفروض وسائل الإعلام تكون موضوعية، تقدم القضية زي ما هي بخلاف وجهات النظر، ما ينفعش ان هو يقول رأيه الشخصي، المفروض ان هو يقدم القضية بكافة ابعادها عشان يبقى فيه شفافية، يبقى فيه ايه، يبقى فيه عدالة في الحكم، وعدالة في تكوين الرأي، تمام، وبالتالي هيبقى فيه سهولة الكشف عن قضايا الفساد. لا شك ان هناك ضعف واضح في توعية الشعب ومشكلة الفساد ومظاهره واسبابه وطرق علاجه، تمام. ازدياد فرص انتشار الفساد في البلدان التي تمر في مراحل انتقالية، اكيد طبعا لو البلد بتشهد مرحله انتقاليه من حكم سياسي الى حكم سياسي اخر، او في ظل ثوره، او في ظروف اجتماعيه، او في وباء زي الوباء اللي هو بيمر بيه البلاد دلوقتي والعالم كله، ربنا ان شاء الله يخرجنا منه على خير، وان شاء الله يعني نفوق من الازمه دي على خير وباقل خسائر.
فده طبعا بيأثر سلبا على ايه، على الفاسدين. الفاسدين بيعمل ايه؟ الفاسدين بيخلق بيئة لانتشار الفساد، تمام، لان مبيبقاش فيه في الوقت ده زي وقت ازمه، وقت ازمات، فبيبقى فيه ضعف في الاجهزه الرقابيه، بيبقى فيه الانشغال بالازمه اللي هي موجوده، فبالتالي بدي فرصه للمفسدين ان هم ايه، ينتشروا. هم عاملين زي الفيروسات بالظبط، تمام. هنخلي بالنا كويس جدا عشان نعرف نحارب الفاسدين. تزداد فرص للفساد مع ضعف الجهاز الرقابي في الدوله على اعمال الموظفين في هذه المراحل الانتقاليه.